أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على ولي أمرك وعلى آبائه الأئمة الطاهرين وعلى شيعته المنتجبين، وبلغهم من آمالهم ما يأملون، واجعل ذلك منا خالصا من كل شك وشبهة ورياء وسمعة، حتى لا نريد به غيرك ولا نطلب به إلا وجهك، برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، نكمل الكلام في الشاهد القرآني: جاعل في الأرض خليفة. ولا زال الكلام مع القرطبي وتفسير القرطبي، لا زال الكلام في المورد الثالث الذي قال فيه وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق إلى آخره. وصلنا إلى الخطوة السادسة. أقول في الخطوة السادسة: احترموا عقولكم وإنسانيتكم يا جماعة الإرهاب والتكفير، ويا من غرر به اسألوا أنفسكم ما ذنب الشيعة، ما ذنب الشيعة، ما ذنب شيعة أهل بيت النبي عليه وعلى أهل الصلاة والسلام، وقد وجدوا الحجة الدامغة الواضحة التي فيها مرضاة الله تعالى، وشفاعة رسوله الكريم عليه وعلى أهل الصلاة والتسليم، والفوز بالجنان والنعيم، فيما لو أحسنوا العمل والاتباع بالنهج القويم لأئمة الهدى عليهم الصلاة والتسليم، وتبرؤوا من أئمة المارقة الخوارج الضالين المضلين. فما يفعل، فماذا يفعل كل من يملك العقل والإنصاف وهو يجد دليله وحجته موجودة في كتب خصمه وخصومه، فضلا عن كتبه ومصادره؟ فهل يتبع الخالق أو المخلوق؟ وهل يعصي الخالق أو المخلوق؟ فهل يتبع الخالق أو المخلوق، أو يعصي الخالق أو يعصي المخلوق؟ سؤال واضح وجوابه بسيط، لكن يصعب التطبيق، بل ربما يستحيل التطبيق، خاصة مع مارقة الفكر والأخلاق. فأين ستكون أيها الإنسان المسلم المنصف؟ ولك الخيار مع الاحترام والتقدير، لكن التمس العذر للآخرين فلا تستخف بهم، وتخرجهم من الملة والدين. وإليكم من الحق برهان وحجة ودليل على منهج الصالحين. أليف وباء، أليف البخاري الفتن، هذا من قرآنكم، هذا من كتابكم، هذا من توراتكم، هذا من إنجيلكم، من البخاري. البخاري الفتن. عن أبي وائل: قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة رضي الله على عائشة، وعن عائشة قال: فذكر عائشة وذكر مسيرها، أي مسير إلى معركة الجمل إلى البصرة، وقال إنها، من الذي قال؟ عمار سلام الله على عمار، قال إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة، ولكنها مما ابتليتم. التفت جيدا، الحمد لله مرت هذه الرواية من غربال المارقة وغرابيل المارقة على طول الفترات الزمنية والسلطات الحاكمة المتغيرة، مرت هذه. لماذا؟ طبعا كثير من الروايات تمر لغرض معين، وبعض الروايات تمر بسبب تضحيات الناس المخلصة من المحدثين من السنة ومن الشيعة الذين وقفوا مع الحق ونصروا الحق بما يستطيعون وبالذي يقدرون عليه. هذه مرت من غرابيل المارقة. التفت جيدا، يقول إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، هذه القضية لا إشكال فيها، ولكنها مما ابتليتم. إذن هي زوجة النبي، صحيح هي زوجة النبي في الدنيا والآخرة، ليس عندنا مشكلة في هذا، لكن هل ممكن أن تكون زوجة النبي في مقام ابتلاء للآخرين؟ نعم. يقول ولكنها مما ابتليتم، هذا أليف البخاري الفتن. باء أيضا في البخاري الفتن، البخاري كتاب الفتن. عبد الله بن زياد الأسدي قال: لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة، بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي عليهما السلام، أي بعث عمار وبعث الحسن عليه السلام. يقول: بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي عليهما السلام فقدم علينا الكوفة. من الراوي؟ الراوي عبد الله بن زياد الأسدي. من الراوي؟ الراوي البخاري في كتاب الفتن. يقول عبد الله، يقول: فقدم علينا الكوفة فصعد المنبر، فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه. لاحظ عمار سلام الله عليه لا يتقدم على الحسن عليه السلام. التفت جيدا تصرف الصحابة. من المتحدث؟ عمار. من المرسل؟ عمار. من المرسل؟ علي سلام الله عليه. إذا من الوكيل، من النائب عن علي، من المتحدث باسم علي هو عمار، لكن معه الحسن عليه السلام. هل يتقدم عمار على الحسن؟ لا، يصعد الإمام الحسن سلام الله عليه إلى على المنبر. يقول: فصعد المنبر فكان الحسن بن علي فوق المنبر. لاحظ هذا هو نهج الصحابة سلام الله على الصحابة مع أهل البيت سلام الله عليهم، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن الصحابة وعن أجلاء الصحابة وعن الخلفاء من الصحابة كيف هو الموقف لهم مع أهل البيت سلام الله عليهم. يقول: فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه، وقام عمار أسفل من الحسن، فاجتمعنا إليه، فسمعت عمارا يقول: إن عائشة قد سارت إلى البصرة، ووالله، التفت عمار يقسم، يقول: ووالله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم. لاحظ العلة في الابتلاء، العلة في واقعة الجمل، العلة في موقف أم المؤمنين عائشة، ما هو؟ الله يعلم بالعلة. هنا قال عمار: قال: ليعلم إياه تطيعون أم هي. لاحظ، إذن هذا صحابي مرسل من أين؟ من أين؟ من علي سلام الله عليه، من صحابي. هذا صحابي وهذا صحابي في مسجد الكوفة يتحدث مع الناس مع وجود الصحابة في ذلك الوقت، يتحدث معهم ويقول: ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. من هنا نقول: إطاعة الله أو إطاعة المخلوق؟ إطاعة الله أم إطاعة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ وهذا هو عمار سلام الله على عمار. المتحدث باسم علي سلام الله على علي يقول بأنها وضعت في محل ابتلاء لكم، ليعلم إياه، ليعلم الناس بأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الابتلاء، ليعلم إياه تطيعون أم هي، ليعلم أنكم تطيعون الله أو تطيعون عائشة سلام الله على عائشة. هذه النقطة السادسة، الخطوة السادسة. السابعة، أقول: ماذا يفعل شيعة أهل البيت وأهل بيت النبوة صلى الله عليه وآله وسلم وصلى الله عليهم وعلى جدهم؟ أقول: وهم قد وجدوا. لاحظ، ماذا يفعل شيعة أهل بيت النبوة سلام الله عليهم وعلى جدهم؟ وهم قد وجدوا الحقيقة الناصعة في أن الفئة الباغية تقتل عمارة رضي الله عنه. فهل يعقل أن يأتي عاقل إنسان يملك ذرة إنصاف يوالي الفئة الباغية ويتبرأ من النبي وآل بيت النبي صلى الله عليه وعليهم؟ فهل نلوم الشيعة ونكفر الشيعة لأنهم مالوا عليا وآل بيت النبي عليهم الصلاة والسلام؟ وهل نلوم السنة الذين والوا أهل بيت النبي وتبرؤوا من أئمة التكفير المارقة ونهجهم المرواني الإرهابي الغاصب؟ عندي أليف وباء وجيم ودال وهاء. أليف: مسلم الفتن، أي مسلم في كتاب الفتن، مسلم الفتن عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية. باء مسلم الفتن. عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمار: تقتلك الفئة الباغية. جيم مسلم الفتن عن أبي سعيد الخدري قال أخبرني من هو خير مني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمار حين جعل يحفر الخندق وجعل يمسح رأسه ويقول بؤس بن سمية تقتلك فئة باغية. لاحظ وصلت هذه الروايات مع وجود الحواجز والموانع والتهديد والإرهاب وقطع الرؤوس وحرق الأحياء والتمثيل بالجثث، التمثيل والإرهاب والتكفير الداعشي المرواني السفياني الأموي. بالرغم من كل هذا وصلت هذه الروايات، وصلت هذه الحقيقة. دال البخاري الفتن عن أبي المنهال قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام، لما كان ابن زياد ومروان بالشام ووثب ابن الزبير بمكة. إذن عندي مروان وعندي ابن الزبير، عندي أمير المؤمنين مروان وعندي أمير المؤمنين ابن الزبير. يقول إذن مروان بالشام وابن الزبير بمكة. عن أبي المنهال قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام ووثب ابن الزبير بمكة ووثب القراء بالبصرة فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة. إذن عندي هنا إمام وأمير المؤمنين وهنا إمام وأمير المؤمنين وهنا إمام وأمير المؤمنين، كلهم أئمة، كلهم أمراء المؤمنين. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى إجماع هذه المنطقة وهذه المنطقة، هذه القبيلة وهذه القبيلة، هذه المجموعة وهذه المجموعة، هذا المسجد وهذا المسجد، هذا المكان وذاك المكان. المسألة كيفية ما دام تركت إلى الناس وإلى تجمعات الناس. هل يعقل هذا؟ يتقاتلون ويرتكبون أبشع الجرائم، أبشع مما يرتكبه داعش الآن. هم أئمة داعش في الإجرام، آل أمية، آل مروان، آل سفيان، أبشع من جرائم داعش التي ترتكب الآن. وبعد هذا يتسلط وتنعقد له البيعة ويبدأ أئمة الضلالة حمير العلم يروجون لبيعته وينظرون لبيعته. إذن عندي يقول لما كان ابن زياد ومروان بالشام ووثب ابن الزبير بمكة ووثب القراء بالبصرة فانطلقت مع أبي. من الذي يقول هذا؟ أبو المنهال. أبو المنهال يتحدث يقول فانطلقت مع أبي إلى أبي برزاء الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية. لاحظ وهو جالس في ظل علية له من قصب، فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه الحديث. يستطعم من؟ يستطعم أبا برزة الأسلمي. فأنشأ أبي يستطعمه الحديث فقال يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تكلم به ماذا قال؟ قال إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش. من؟ أبو برزة المتحدث يقول إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش إنكم يا معشر العرب، إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى بلغ بكم ما ترون وهذه الدنيا أفسدت بينكم وهذه الدنيا أفسدت بينكم إن ذاك الذي بالشام من هو مروان؟ إن ذاك مروان الملعون هو وأبوه وذريته. يقول الذي إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على الدنيا. ذاك لا يقاتل إلا على الدنيا، آل مروان لا يقاتلون إلا على الدنيا. هؤلاء أئمة المارقة، هؤلاء الذين يجعلهم ابن تيمية وباقي أئمة المارقة وباقي أئمة التوحيد الأسطوري يعتبرون آل مروان من الأئمة المبشر بهم الذين نبأ بهم النبي من أئمة المسلمين وخلفاء المسلمين من الاثني عشر. قال فخر الدين الرازي في تفسيره جزء 20 قال ابن عباس: الشجرة الملعونة في القرآن بنو أمية، يعني الحكم بن أبي العاص. قال: ورأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام أن ولد مروان يتداولون من بره، فقص رؤياه على أبي بكر وعمر وقد خلا في بيته معهما، فلما تفرقوا سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحكم، هذا الحكم أبو مروان. قال ابن عباس: الشجرة الملعونة في القرآن بنو أمية، يعني الحكم بن أبي العاص. قال: ورأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام أن ولد مروان يتداولون منبره، فقص رؤياه على أبي بكر وعمر وقد خلا في بيته معهما، فلما تفرقوا سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحكم، أي أبو مروان. سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحكم يخبر برؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاشتد ذلك عليه صلى الله عليه وآله وسلم واتهم عمر في إفشاء سره، ثم ظهر أن الحكم كان يستمع إليهم فنفاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الرازي: وما يؤكد هذا التأويل قول عائشة لمروان: لعن الله أباك وأنت في صلبه فأنت بعض من لعنه الله. إذن يقول الرازي: وما يؤكد هذا التأويل قول عائشة رضي الله عنها لمروان: لعن الله أباك وأنت في صلبه فأنت بعض من لعنه الله. واو. وقال القرطبي، الآن نحن لسنا في مقام ذكر مورد للقرطبي لكن أيضا هو ذكر في تفسيره. قال القرطبي في تفسيره قوله تعالى: والشجرة الملعونة في القرآن. قال ابن عباس: هذه الشجرة بنو أمية، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى الحكم. وقد قالت عائشة لمروان: لعن الله أباك وأنت في صلبه فأنت بعض من لعنه الله، أو بعض من لعنة الله، أو فضض من لعنة الله، أو فضاضة من لعنة الله. زاي في النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. لاحظ حتى يقال: لماذا الشيعة يوالون أهل بيت النبي ولا يوالون المروانيين؟ اقرأوا كتبكم، هذه في كتبكم، كيف نوالي هؤلاء المارقة، هؤلاء الدواعش القاتلة الإرهابية، ونكفر على هذا. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابن تغريب بردي يقول في النجوم الزهرة في ملوك مصر والقاهرة: قال: السنة السادسة من ولاية عبد العزيز بن مروان على مصر. قال: وهي سنة 71، فيها حج بالناس أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير وعرف بمصر. هذا عبد الله بن الزبير حج بالناس أين؟ في مكة. وهنا يقول: وعرف بمصر، أي وقف موقف عرفة في مصر بدل مكة. من الذي عرف بمصر؟ من يقول: وعرف بمصر عبد العزيز بن مروان. عبد العزيز بن مروان صاحب الترجمة، وهو أول من عرف بها. يقول: وعرف بمصر عبد العزيز بن مروان، وهو أول من عرف بها، فقام من قبل أخيه أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان وعرف بمصر. السنة السابعة من ولاية عبد العزيز بن مروان على مصر. يقول: وهي سنة 72، فيها بنى عبد الملك بن مروان قبة الصخرة بالقدس والجامع الأقصى. يقول: وسبب بناء عبد الملك أن لماذا بنى المسجد؟ لماذا بنى الجامع والقبة؟ لاحظ، ليس لله، ليس للتقرب إلى الله، ليس لتعظيم شعائر الله، لا، لاحظ ما هي النية، ما هو الغرض. يقول: وسبب بناء عبد الملك أن عبد الله بن الزبير لما دعا لنفسه بمكة فكان يخطب في أيام منى وعرفة وينال من عبد الملك ويذكر مثالب بني أمية. من الذي يذكر؟ عبد الله بن الزبير، هذا أمير المؤمنين، ويذكر مثالب بني أمية. التفت، إذن عبد الله بن الزبير هو الذي يذكر مثالب بني أمية، لسنا نحن من نذكر هذه المثالب، هو الذي يذكر، وهو أمير المؤمنين في مقام الإمامة، في مقام الخلافة، في مقام أمرة المؤمنين، في مقام ولاية الأمر وولاية المسلمين، وهو كان يلعن بني أمية ويلعن آل مروان وآل سفيان وآل بني سفيان وآل أبي سفيان. نحن لا ندعو للعن، لكن نقول هم اللعن، لكن نتبرأ، حتى نبرئ الذمة أمام الله سبحانه وتعالى، نوالي أهل البيت سلام الله عليهم، نوالي أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونتبرأ من هذا الخط المعادي لهم، خط المروانية، خط السفيانية، خط المارقة، خط الدعشنة، خط التيمية المارق. يوجد خط تيمي فيه صلاح، فيه خير، فيه وسطية، فيه علم. حاول البعض أن يأتي بشيء جديد، أن ينفتح على الآخرين، أن يجدد نحو الصلاح، نحو الوسطية، نحو الإصلاح، ليس نحو التكفير والإرهاب. من نفس التيمية، وندعو ممن عنده الحظ منهم أن ينهض بمذهبه، بنفسه، بأصحابه، بأتباعه، نحو الخير، نحو الإسلام الحقيقي، نحو الوسطية، نحو الأخلاق الرسالية النبوية الإلهية، وليس نحو الدعشنة والقتل والإرهاب والتكفير. يقول: وسبب بناء عبد الملك أن عبد الله بن الزبير لما دعا لنفسه بمكة فكان يخطب في أيام منى وعرفة وينال من عبد الملك، ويذكر مثال بني أمية، ويذكر أن جده الحكم كان طريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولعينه، فمال أكثر أهل الشام إلى ابن الزبير، فمنع عبد الملك الناس من الحج، فضجوا، فبنى لهم القبة على الصخرة والجامع الأقصى ليصرفهم بذلك عن الحج والعمرة. إذن حتى يمنع الناس من الحج والعمرة بنى لهم القبة والجامع حتى يحجوا إليها ويعتمروا فيها. يقول: فصاروا يطوفون حول الصخرة. هذه ليست من افتراءات الشيعة، ليست من افتراءات الرافضة، ليست من افتراءات الصوفية، ليست من افتراءات المعتزلة، ليست من افتراءات الأشاعرة. هذا هو التاريخ، هذا يذكره أئمتكم، حتى ابن تيمية يذكر هذه المعاني وهذه الحقائق. فصاروا يطوفون حول الصخرة كما يطوفون حول الكعبة وينحرون يوم العيد. هل هذه بدعة أم زيارة الحسين وزيارة الأولياء هي بدعة؟ ما هذه البدعة القاتلة التي فعلها أئمة المارقة، أئمة التيمية، أئمة الدعشنة، أئمة القتل والإرهاب والتمثيل بالجثث. كفروا أئمتكم، آل مروان وآل أبي سفيان، هم أصحاب البدعة، هذه بدعة. يقول: فصاروا يطوفون حول الصخرة كما يطوفون حول الكعبة وينحرون يوم العيد ضحاياهم. وصار أخوه عبد العزيز بن مروان صاحب مصر يعرف بالناس بمصر ويقف بهم يوم عرفة. إذن صار عندنا يوم عرفة يوم عيد، عندنا حج وعرفة في مصر، وحج وعرفة في الشام، وحج وعرفة في مكة. الآن لا نطلب منكم أن تكفروا إلى المستوى الذي تبيحون فيه دماء المارقة وأتباع المارقة وأئمة المارقة وأتباع أئمة المارقة، لا، على أقل تقدير نقول ساووا بيننا وبينهم، ساووا بين الشيعة وآل مروان، ساووا بين الصوفية وآل مروان، ساووا بين المعتزلة وآل مروان، ساووا بين الأشاعرة وآل مروان، كما سكتتم على بدع المروانيين والسفيانيين اسكتوا على مستحبات، مباحات، طاعات، خيرات، مباحات الشيعة والصوفية والمعتزلة والأشاعرة وغير هؤلاء. اسكتوا كما سكتتم هنا، اسكتوا هنا. كفروا نظريا، ايضا لا يوجد مشكلة، كفروا هنا وكفروا هنا، لكن عندما يصل التكفير الى إباحة الدماء والأعراض والأموال فهذا هو المرفوض. حاء البخاري: الفتن. عن حذيفة بن اليمان قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي. لاحظ، المنافقون بعد تسلط الأمويين متى؟ في الجزء الثاني، في الفترة الثانية من حكم الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه. الجزء الأول، النصف الأول من حكم الخليفة عثمان هو كحكم الخليفة الأول والثاني، امتداد لذاك الحكم الراشد. لكن بعد هذا انقلبت الأحداث، بعد أن تسلط وتمكن الأمويون من الحكم ومن مقاليد الحكم فاختلفت الأمور، اختلفت التوجهات والتصرفات والمواقف. التفت، يقول حذيفة: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون مع الأخذ بنظر الاعتبار أن حذيفة، متى توفى حذيفة؟ توفى حذيفة بعد مقتل عثمان يقال ب40 يوما. إذن يتحدث عن أي فترة؟ عن فترة الخليفة الثالث، يتحدث عن الفترة ما بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أصل القضية وأصل الكلام وإطلاق الكلام وعموم الكلام، أنه تحدث عن الفترة، عن المنافقين وفعل المنافقين وهمة المنافقين وتأثير المنافقين ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيأتي كلام عن هذا الأمر وإشارات إلى هذا الأمر. لاحظ، احفظوا هذا شاهد من حذيفة. حذيفة يقول إن المنافقين اليوم، أي ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانوا يومئذ في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسرون، يعملون بالخفاء، واليوم يجهرون. واليوم يجهرون، التفت جيدا. الآن فقط سؤال حتى نذكر بما سنقول إن شاء الله لاحقا. الآن نقول سيأتي كلام عن كلام أكثر إن شاء الله، لازلنا في هذا المورد وسنذكر هذا الأمر. سيأتي كلام عن الخلافة وعن الوصية وعن الإمامة وعن الخلافة الأولى والخليفة الأول والثاني والإجماع وما يتعلق بهذا. لاحظ، كل الكتب التاريخية تحدثت وحكت ونقلت، والروايات والأحاديث، لكن أين الواقع الذي تحدث عنه حذيفة بن اليمان؟ سلام الله على حذيفة بن اليمان. كان يعرف المنافقين، حذيفة عنده خصوصية يعرف المنافقين. الآن نقول أين هذه الحقيقة التي ذكرها حذيفة من واقع ما نقل من أحاديث وروايات عما حصل في السقيفة ومتعلقات السقيفة؟ أين هي؟ لا يوجد، اختفت. يعني ما نقل لنا عن طريق الغربال الأموي ليس فيه ما قاله حذيفة بأن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. هذه إشارة ولا نريد أن ندخل بتفصيل. طاء البخاري الفتن. عن حذيفة قال: إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول كان نفاق على عهد النبي، هذا بمعنى يسرون كما في الرواية السابقة، هكذا تقرأ. إنما كان النفاق، بعد هذا نقول الخبر هو موجود أو متحقق. إنما كان النفاق متى؟ يقول كان على عهد النبي. إنما كان النفاق موجودا على عهد النبي، إنما كان النفاق متحققا على عهد النبي، إنما كان النفاق واقعا على عهد النبي. أما اليوم، يقول فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. عن حذيفة قال: إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. المورد الرابع. قال القرطبي: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، ورووا لهم الخبر في ذلك. لاحظ، أنا سأرجع إلى مقتبسات، إلى موارد تكون قد ذكرت في ما سبقها من موارد ومن مقتبسات، لكن لا بأس لأهمية الموضوع ولتفصيل الموضوع ولتوضيح الموضوع، وربما نفس المقتبس يكرر في موردين أيضا مراعاة لذهن المتلقي. إذن قال القرطبي: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، ورووا لهم الخبر في ذلك. لا ننسى الكلام الأصلي للقرطبي في المقتبس في المورد السابق، قال: وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق، إلى أن قال: وقالوا لهم. هذا في احتجاج المهاجرين على الأنصار، في احتجاج أبي بكر وعمر على الأنصار. فقال: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، ورووا لهم الخبر في ذلك. طبعا كل ما نناقش نحن نقول مع تمامية وصحة ما ورد من روايات ومن أحاديث، نحن نناقشها على هذا الأساس ووفق قاعدة الإلزام، نلزم المقابل بما ألزم به نفسه. أقول: أولا، لماذا لا تدين العرب إلا لهذا الحي من قريش؟ فهل هي قبلية وجاهلية بعد إسلام، أو هي قضية غير حقيقية من نسج خيال الوضاعين أو هي رواية ثابتة متواترة أسست علما، أو هي رواية ثابتة متواترة أسست علما بديهيا ضروريا عند العرب بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد أوصى بوجوب أن يكون الإمام من هذا الحي من قريش. ثانيا، على فرض ثبوت الخبر وصحته، على فرض ثبوت الخبر وصحته وتواتره وشيوعه بين العرب إلى المستوى الذي لا تقبل، أي لا تقبل العرب، إلى المستوى الذي لا تقبل بغير هذا الحي من العرب، أي لا تقبل بإمام من غير هذا الحي من العرب. أقول على فرض ثبوت الخبر وصحته وتواتره وشيوعه بين العرب إلى المستوى الذي لا تقبل بغير هذا الحي من العرب. لكن أليس الأنصار من العرب؟ وليس الأنصار من أقرب العرب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأين إذن الأنصار من هذا العلم البديهي الضروري؟ ولماذا تسابقوا وتنافسوا على الإمامة والخلافة؟ استفهام علامات تعجب. ثالثا، لكن هل هو هذا الحي أو هذا الحي أو هذا الحي أو هذا الحي أو هذا الحي؟ لكن هل هو هذا الحي أو هذا الحي أو هو نفس الحي؟ قال عليه وعلى آله الصلاة والسلام: هذا الحي من قريش. وهذا ثابت يقينا ولا خلاف فيه أبدا، لكن ثبت يقينا أيضا التحذير، ثبت يقينا أيضا ثبت التحذير وأشد التحذير من هذا الحي، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: يهلك أمتي هذا الحي من قريش. لاحظ نفس العبارة، هذا الحي من قريش. إذن من الذي يهلك الأمة؟ هذا الحي من قريش. إذن كيف نجمع بين هذا الحي من قريش وهذا الحي من قريش؟ هذا الحي يهلك الأمة ونفس الحي يصلح الأمة، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نفس الحي يهلك ونفس الحي ينقذ، نفس الرواية، نفس المعنى، نفس العبارة، نفس الألفاظ. قال: يهلك أمتي هذا الحي من قريش، وهناك قال: لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، ورووا لهم الخبر. إذن هل صحيح إذن ما نقلوه للأنصار من وجود خبر يتحدث عن هذا الحي من قريش؟ سؤال استفهام من حق أي إنسان أن يسأل. نقاش نظري وننفتح إن شاء الله مع الجميع في النقاش. إذن هذا الحي من قريش، هل هو هذا الحي الذي تحدثوا عنه هو نفس الحي الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هو الذي يهلك أمتي؟ إذا كان نفس الحي ونفس الكلام وهو المقصود، إذن يقصد هنا ليست أئمة صلاح، وإنما يقصد بها أئمة الداعشية والدعشنة والإرهاب والتقتيل والمارقة والتيمية، التكفير، أهل التكفير، ليس كل التيمية. يوجد الكثير من الناس الطيبة المغرر بها تريد أن ترضي الله سبحانه وتعالى، والعبارات مزوقة ومزغرفة، عنوان توحيد وفي مقابل الكفر والارتداد والرفض والافتراءات والعبارات التي لا تقال أصلا. إذن هذا هو الاستفهام، إذن ولكن ثبت يقينا أيضا التحذير وأشد التحذير من هذا الحي، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: يهلك أمتي هذا الحي من قريش. فهل الحي المشار إليه، خطوة رابعة، فهل الحي المشار إليه هو نفس الحي الذي حذر منه الرسول الأمين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وكما جاء في صحيح مسلم كتاب الفتن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يهلك أمتي هذا الحي من قريش. قالوا: فما تأمرنا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن الناس اعتزلوهم، خامسا، هل أن الصحابيين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما علما بذلك وتيقنوا خطره فسارعوا، أي علما بأي شيء؟ علما بإهلاك الأمة على يد من خطط وتآمر وحرك المجتمعين في السقيفة وفي المسجد، في السقيفة وفي غير السقيفة. هل علما بهذا وتيقنا حصول الخطر والفتنة والضرر على المسلمين فتحركا؟ إذن خامسا، هل أن الصحابيين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما علما بذلك وتيقنوا خطره فسارعوا لتدارك الأمر ودفع الخطر بما يستطيعون وبحسب ما يعلمون ويقدرون، فحصل ما حصل في السقيفة وفي المسجد النبوي عند وفاة الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. سادسا، استفهامات كثيرة تطرح ومورد البحث لا يناسب الإجابة والتفصيل فيها، فالمعلوم أنه ترافق مع السقيفة حادثة واجتماع كبير في نفس المسجد النبوي الشريف، ومن هنا تأتي الكثير من الاستفهامات، منها هل أن ما وقع في المسجد النبوي الشريف كان قبل حادثة السقيفة أو بعدها؟ وهل أنه قد حصلت حادثتان في المسجد، واحدة قبل السقيفة والأخرى بعدها؟ سابعا، عندما نتحدث عن المسلمين وانقسامهم فالواضح من السياق أن الكلام عن قوى وكتل مؤثرة صاحبة قرار وتأثير على أفكار الناس وتوجهاتهم، فيكون لها اتباع وأتباع بسبب تأثيرها. يعني عندما نقول انقسم المسلمون إلى كتلة وكتلة وكتلة، يعني نقصد الرموز المؤثرة، الكتل المؤثرة، الواجهات المؤثرة، الشرائح المؤثرة، وطبعا ماذا يفعل باقي الناس وسواد الناس؟ قسم من هذا ينضم لهذه الكتلة ولتلك الكتلة وتلك الكتلة كما يحصل في الانتخابات الآن. أقول هنا نسأل أيضا عن سبب انقسام المسلمين إلى ثلاث كتل: كتلة السقيفة، وكتلة المسجد النبوي، وكتلة المصاب بالرسول الراحل عليه وعلى آله الصلاة والتسليم. والمؤكد أن الخليفتين الأول والثاني رضي الله عنهما كانا ضمن التكتل الثالث برفقة المسجى الراحل إلى الرفيق الأعلى الرسول العظيم عليه وعلى آله الصلاة والتسليم، لكنهما سرعان ما خرجا لأمر طارئ، فهل كان خروجهما لدفع الضرر والفساد الكبير المتوقع من هذا الحي من قريش الذي حذر منه الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن وصلهما خبر المؤامرة الكبرى على الإسلام والمسلمين؟ وهل أن الخليفتين أبا بكر وعمر ذهبا للسقيفة أولا ثم عادا إلى المسجد، أو أنهما ذهبا للمسجد ثم للسقيفة ثم عادا إلى المسجد مرة ثانية؟ المورد الخامس، قال القرطبي، لاحظ نحاول أن نأتي بمقتبسات تكون أيضا مذكورة سابقا، قال: وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق. أقول هنا خطوات. خطوة أولى، علينا أن نفهم مسبقا معنى الإجماع، فلا يعقل أن نفعل كل ما يفعل أئمة المارقة التيمية الخوارج فيدلسون على الجهال ويفهمونهم بأن من الإجماع ما يحصل بالقهر وأساليب الترغيب والترهيب السلطوي والمالي. خطوة ثانية، إن كان يقصد بالإجماع عندما قال إجماعت الصحابة، إن كان يقصد بالإجماع الإجماع الابتدائي فهو غير متحقق جزما، وإلا فلماذا حصل ما حصل من ادعاءات ونزاعات؟ بل لماذا حصل اجتماع السقيفة أصلا؟ خطوة ثالثة، وإن كان يقصد به الإجماع اللاحق فإنه لم يتحقق جزما لا في السقيفة لأنهم لم يكونوا حاضرين جميعا، ولا بعد السقيفة لأنه على الأقل قد تخلف من ذكرهم القرطبي نفسه من الذين يقولون بوجود نص على إمامة العباس رضي الله عنه، ومن يقول بوجود نص على إمامة علي عليه السلام، الذي يقول بوجود نص على إمامة العباس والذي يقول بوجود نص على إمامة علي كيف يدخل في الإجماع؟ انتبه جيدا، هو القرطبي الذي قال يوجد ناس تقول بالنص على إمامة العباس، ويوجد ناس تقول بوجود نص على إمامة علي، ويوجد ناس تقول بوجود نص على إمامة أبي بكر. الذي يقول بوجود نص على إمامة أبي بكر طبعا يدخل في الإجماع، لكن الذي يقول بوجود نص على إمامة العباس وإمامة علي كيف يدخل في الإجماع؟ ليحل التيمية هذا اللغز. إضافة لذلك، الخطوة الرابعة، أقول إضافة لذلك فإن المتيقن أنه لا يثبت إجماع الصحابة ممن كان حاضرا السقيفة، حتى من كان حاضر في السقيفة لا يثبت أنه تحقق الإجماع عندهم. فعلى الأقل تخلف سيد الخزرج وسيد الأنصار الصحابي البدري الرضواني سعد بن عبادة رضي الله عنه عن البيعة. ما هو الدليل؟ أذكر أليف وباء وجيم ودال. قال أليف ابن تيمية منهاج السنة جزء 8 بيعة الصديق يقول: وقد علم بالتواتر أنه لم يتخلف عن بيعته إلا سعد بن عبادة. يقول: وقد علم بالتواتر أنه لم يتخلف عن بيعته إلا سعد بن عبادة. وأما علي عليه السلام وبنو هاشم فكلهم بايعه باتفاق الناس، لم يمت أحد منهم إلا وهو مبايع له. ولكن قيل، هذا أيضا كلام لا زال لابن تيمية، ولكن قيل علي عليه السلام تأخرت بيعته 6 أشهر، وقيل بل بايعه ثاني يوم. يقول: بايع حاله حال الآخرين. بعد هذا يأتي يقول: قيل، يضعف يعني يعطي قولا ضعيفا، يقول: ولكن يستدرك، قيل علي، لاحظ استدراك وبعد هذا تضعيف للقول، ولكن قيل علي تأخرت بيعته 6 أشهر، وقيل بل بايعه ثاني يوم. وبكل حال فقد بايعوه من غير إكراه. ثم جميع الناس بايعوا عمر إلا سعدا، إلا سعد يعني بن عبادة. وأما بيعة عثمان فاتفق الناس كلهم عليها، وكان سعد بن عبادة قد مات في خلافة عمر فلم يدركها. يكمل ابن تيمية يقول: وتخلف سعد قد عرف سببه، فإنه كان، لاحظ ابن تيمية شيخ المارقة، شيخ الخوارج، شيخ الإرهاب، شيخ التكفير، شيخ الدولة، شيخ الدواعش. ماذا يقول؟ يقول: وتخلف سعد قد عرف سببه. ما هو السبب؟ سعد الصحابي البدري الرضواني سيد الخزرج سيد الأنصار. يقول: لماذا تخلف؟ يقول: فإنه كان يطلب أن يصير أميرا ويجعل من المهاجرين أميرا ومن الأنصار أميرا، وما طلبه سعد لم يكن سائغا بنص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع المسلمين. انتهى أليف. باء قال الطبري وغيره إن سعد بن عبادة ترك أياما ثم بعث إليه أن أقبل فبايع، فقد بايع الناس وبايع قومك. أقبل فبايع، فقد بايع الناس وبايع قومك. فقال: أما والله حتى أرميكم بما في كنانتي من نبل أو نبال، بما في كنانتي من نبل وأخضب سنان رمحي. أما والله حتى أرميكم بما في كنانتي من نبل وأخضب سنان رمحي، وأضربكم بسيفي ما ملكته يدي، وأقاتلكم بأهل بيتي ومن أطاعني من قومي فلا أفعل، وأيم الله لو أن الجن اجتمعت لكم مع الإنس ما بايعتكم حتى أعرض على ربي وأعلم ما حسابي. حتى هذا الصحابي البدري الرضواني يقول: حتى أعرض على ربي وأعلم ما حسابي. إذا لم يبايع ومع الإصرار. يكمل الطبري يقول: فلما أتي أبو بكر بذلك، أي أوصل له هذا الكلام والرد، يقول: قال عمر: لا تدعه حتى يبايع. فقال له بشير بن سعد: إنه قد لج وأباه، وليس بمبايعكم حتى يقتل، وليس بمقتول حتى يقتل معه ولده وأهل بيته وطائفة من عشيرته. اتركوه، فليس تركه بضاركم، إنما هو رجل واحد. فتركوه، فكان سعد لا يصلي بصلاتهم انتبه جيدا. فكان سعد لا يصلي بصلاتهم ولا يجتمع معهم ولا يحج ولا يفيض معهم بإفاضتهم، فلم يزل كذلك حتى توفي أبو بكر وولي عمر. فلم يزل كذلك حتى توفي أبو بكر وولي عمر. هذا ورد في الكثير من المصادر، منها الطبري وكنز العمال والإمامة والسياسة والسيرة الحلبية وابن الأثير والرياض النظري وغيرها. جيم، روى البلاذري وكذا الأندلسي أن سعد بن عبادة لم يبايع أبا بكر وخرج إلى الشام، فبعث عمر رجلا وقال ادعوه إلى البيعة واختله، وإن ادعوه إلى البيعة واختله، وإن أبى فاستعن بالله عليه. فقدم الرجل الشام فوجد سعد في حائط بحوارين فدعاه إلى البيعة، فقال لا أبايع قرشيا أبدا. قال فإني أقاتلك. قال وإن قاتلتني؟ قال أفخارج أنت مما دخلت فيه الأمة؟ قال أما البيعة فإني خارج. فرماه بسهم فقتله، كما في أنساب الأشراف البلاذري وكذلك رواه الأندلسي في العقد الفريد. جيء دال، قال ابن عبد ربه يقول رمي سعد بن عبادة بسهم. لاحظ هذه دال تشير إلى ما يقوله المارقة بأن سعد قد قتلته الجن. يقول قال ابن عبد ربه رمي سعد بن عبادة بسهم فوجد دفينا في جسده فمات. لاحظ وجد السهم دفينا في جسده فمات، يريد أن يشير إلى أن هذا السهم ليس من بشر، لم يلتفت إليه، لم يلاحظه، لا يوجد له أثر. يقول رمي سعد بن عبادة بسهم فوجد دفينا في جسده. ما هي القرينة على هذا؟ لاحظ في باقي الكلام. يقول فمات فبكته الجن فقالت وقتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم يخطو فؤاده، في العقد الفريد. يعني هذه الرواية، هذا الكلام سيأتي الكلام عنه، لو رواها واحد من الشيعة ومن الصوفية ومن المعتزلة سنرى ما هو الرد. وقال ابن سعد أنه جلس يبول في نفق فاقتتل فمات، اقتتل في النفق، مع من يقتتل؟ يقول فاقتتل فمات من ساعته ووجدوه قد اخضر جلده، في الطبقات لابن سعد وكذلك الدينوري في المعارف. قال ابن الأثير لم يبايع سعد أبا بكر ولا عمر رضي الله عنهما، وسار إلى الشام فقام بحوارين إلى أن مات سنة 15 هجري، ولم يختلفوا في أنه وجد ميتا على مغتسله وقد اخضر جسده، ولم يشعروا بموته حتى سمعوا قائلا يقول من بئر ولا يرون أحدا. يعني ليس ببشر، القائل ليس ببشر، من بئر. سمعوا صوت ينادي يقول يحكي بأنه مات فلان أو قتل فلان، على سعد قتل سعد أو مات سعد. يقول لا يوجد، ليس لم يروا أحدا حتى سمعوا قائلا يقول من بئر ولا يرون أحدا، كما في أسد الغابة وفي الاستيعاب. وهنا أقول أولا كل منصف لو تجرد عن كل خلفية تعصبية مذهبية أو قومية أو قبلية أو مصلحية نفعية واطلع على سيرة الخليفة عمر رضي الله عنه، فإنه يجد الجرأة والجد والحدية في سلوك عمر ومواقفه، سواء كان مع أم المؤمنين حفصة أو عائشة أو مع أبي بكر أو فاطمة أو علي أو رسول الله عليه وعليهم الصلاة والتسليم. فهل نتوقع، لاحظ، مع الجدية الحدية الجرأة مع كل من ذكرنا، هل نتوقع أن يكون الخليفة عمر مترددا مع سعد فيلتجئ إلى أن يكيد له فيغتاله في منفاه الذي اختاره لنفسه؟ هو سعد اختار المنفى إلى الشام، فهل يضطر الخليفة إلى هذا الطريق؟ علما أن الخليفة عمر لم يتردد في إجباره على البيعة أمام الأشهاد، ولكنه استجابة لطلب الصحابي الأنصاري في تركه تركه. وهذه كانت في أول خلافة أبي بكر، فكيف نجده يتردد في استدعاء سعد وإجباره على البيعة أو العقوبة مع الامتناع بعد مضي ما يقارب 5 سنوات، وبعد أن قويت الدولة وثبتت أركان السلطة، مع ملاحظة أن سعدا لم يكن له أي تأثير يذكر على المجتمع يسبب خطرا على الدولة وأركان الدولة في خلافة عمر رضي الله عنه. هذا انتهينا منه أولا. ثانيا، وإذا علمنا أن كتلة السقيفة تشكلت في مقابل كتلة ثانية في المسجد النبوي أو في غير المسجد، فكان التنافس بينهما على السلطة والإمارة. وإذا علمنا أن عمر رضي الله عنه ترك كتلة المصاب النبوي لتدارك ما سيقع من تسلط ذاك الحي من قريش على مقاليد الحكم والتسلط على الأمة ومقدراتها وهلاك الأمة على أيديهم، فإننا سنرجح أو نطمئن إلى أن سعد بن عبادة يعتبر الغريم الأول، والمنافس والعدو الأول لرؤساء الكتلة الثانية، كتلة الحي الأموي القريشي الذي يسيطر على الشام، والذي وقع سعد فريسة سهلة سائغة بين أيديهم، فيكون لهم سبب وألف سبب ومبرر لاغتياله وقتله، فينتهون من خطره ويحرضون الناس ضد الخلافة بإشاعة أنها قد اغتالته. ثالثا، لو قال أحد الناس البسطاء اليوم بما قاله أئمة المارق الخوارج بأن الجن قد قتل سعدا، فليس هذا القائل سيتهمهم دواعش المارقة بالسحر والكهانة والردة والشرك والكفر والنفاق فيقطع رأسه. ولو قال بمثل هذا القول الشيعة أو الصوفية، فكيف ستكون استخفافات واستهزاءات وافتراءات مارقة الفكر التيمي عليهم، وكيف سيكفرونهم ويبيحون دماءهم. رابعا، لا تدعه حتى يبايع، هذا الذي ورد في الرواية، لا تدعه حتى يبايع إن صح هذا المعنى، وهو قد ورد بصيغ كثيرة وقد ثبت صدوره قولا وسلوكا وموقفا، فما هو مصدر هذا التشريع في إجبار الناس على البيعة؟ هذا إجبار الناس على البيعة، من أين أتى هذا التشريع؟ فما هو مصدر هذا التشريع في إجبار الناس على البيعة؟ فهل كان في زمن الرسول الأمين عليه وعلى آله الصلاة والتسليم؟ وهل أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ في بداية نشوء الإسلام وهو في ضعف ويحيط به قوى معادية تفوقه قوة وعددا، حصلت أكثر من بيعة وبحضور الرسول، وكانت البيعة له صلى الله عليه وآله وسلم، لكننا لم نقرأ أي شيء عن إلزام المسلمين وإجبارهم على البيعة وأن المتخلف عن البيعة يقتل. إذن أقول وفي بداية نشوء الإسلام وهو في حالة ضعف ويحيط به قوى معادية تفوقه قوة وعددا، حصلت أكثر من بيعة وبحضور الرسول، وكانت البيعة له صلى الله عليه وآله وسلم، ولكننا لم نقرأ أي شيء عن إلزام المسلمين وإجبارهم على البيعة وأن المتخلف عن البيعة يقتل. ارشدونا إن كنا غافلين، فمن أين أتى هذا التشريع؟ فهل كان موجودا فعلا في زمن الخلفاء رضي الله عنهم، أو أنه استحدث لاحقا وابتدعه آل سفيان وآل أبي سفيان وآل مروان، فصاروا ينظرون له ويسقطونه على الأحداث السابقة فترة الخلافة الراشدة حتى يجعلوا له مشروعية للتغيير بالناس. خامسا، قال ابن تيمية فكلهم بايعه باتفاق الناس، باتفاق الناس. أقول هل هذا اتفاق الناس دليل شرعي جديد ومصدر تشريع جديد أو يقصد شيء آخر؟ ومن أين عرف تيمية اتفاق الناس؟ هل يملك وزارة إحصاء وجهاز إحصاء بأجهزته وكوادره العاملة وخبرائه؟ سادسا قال تيمية بيعة الصديق، الآن يقول فكلهم بايعه باتفاق الناس، ثم جميع الناس بايعوا عمر إلا سعدا، وأما بيعة عثمان فاتفق الناس كلهم عليها، إذا ماذا قال؟ قال باتفاق الناس، قال فكلهم بايعه باتفاق الناس، جميع الناس بايعوا إلا سعد. وأما بيعة عثمان يقول فاتفق الناس كلهم عليها. فهنيئا لشيخ تيمية على هذه القدرة البحثية وهذه الحواسيب العملاقة التي استطاع من خلالها معرفة نتائج الانتخابات والتصويت على البيعة، بل المعجزة أنه استطاع الكشف يقينا عن نتائج انتخابات البيعة بعد أكثر من 600 عام من وقوعها. لقد حقق ما يعجز عنه أكبر جهاز إحصاء ووزارة إحصاء، بل جعل الأجهزة الإلكترونية والحواسيب العملاقة وشبكة الإنترنت والمراكز البحثية العلمية وكل العلوم الحديثة وكل العلماء جعلهم في مهب الريح وفي سخرية وذل وهوان وجهل وضياع بكشفه عجزهم وتفاهة إنجازاتهم أمام ما أنجزه من إبداع ودقة فائقة في استخلاص نتائج انتخابات البيعة والتصويت على البيعة في صدر الإسلام. ويسجل لابن تيمية براعة الاختراع الأولى وشهادة الإبداع الأولى، حيث سبق كل الأنظمة الدكتاتورية والحكام القمعيين في جعل نتائج انتخابهم والتصويت على دساتيرهم دائما 100% وأكثر من 100%، أي جميع الناس، فقد سبقهم ابن تيمية بهذا قبل 800 عام. فمبارك للتيمية هذه الإنجازات والفتوحات الربانية لشيخهم التيمية. المورد السادس، أقول مرة أخرى نرجع إلى الإجماع الذي أشار إليه القرطبي في قوله وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق. أقول على أضعف المحتملات فإنه إضافة لسعد بن عبادة، فإن عليا عليه السلام قد تخلف عن البيعة كليا أو لأشهر عديدة. أقول على أضعف المحتملات فإنه إضافة لسعد بن عبادة، فإن عليا عليه السلام قد تخلف عن البيعة كليا أو لأشهر عديدة، حسب ما يروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وكذلك الحسن والحسين عليهما السلام لم يبايعا، بل أنهما لم يبايعا حتى وفاة الخليفة أبي بكر رضي الله عنه. وأما فاطمة عليه السلام فهي لم تبايع لا ابتداء ولا لاحقا ولا بالأصالة ولا بالتبع، بل كان لها الدور الرئيس في الإعراض عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه والدعوة إلى أحقية زوجها علي عليه السلام بالخلافة، وأن أباها كانت أيضا تدعو بأن أباها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد أوصى بعلي. فدعوى إجماع الصحابة على بيعة الخليفة أبي بكر لا يمكن إثباتها لا في السقيفة ولا خارج السقيفة، لا ابتداء ولا انتهاء. نعم يمكن الكلام عن أكثرية وشهرة وشياع ونحوها. وعندنا رواية في البخاري باب المغازي، ونفس الرواية مسلم كتاب الجهاد والسير، عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، رواية طويلة فيها الشاهد الذي تحدثنا عنه قبل قليل. فتحدثت السيدة عائشة عن أن الزهراء سلام الله عليها عاشت بعد النبي 6 أشهر، وبعد أن توفيت دفنها علي سلام الله عليه ليلا. وبعد وفاة الزهراء تقول فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر. إذا تقول توفت فاطمة بعد 6 أشهر، وبعد هذه ال6 أشهر صارت المصالحة بين علي وأبي بكر. وتؤكد تقول ولم يكن يبايع تلك الأشهر، يعني علي لم يبايع إلى أن مرت الأشهر ال6. ولنا أيضا كلام وتعليقات على هذه الرواية، يأتي الكلام إن شاء الله عنها في الدرس القادم إذا بقيت الحياة وبقينا. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأسألكم الدعاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.